Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. Let's take a new chapter in our story, David Copperfield. Chapter 13, I Get Married. Let's begin. In this chapter, David worked hard to earn the money using shorthand, and he wrote a short story and got some money. He began to write short stories. He found a little house to live in with Dora. في الشابتر دوت ديفيد كان بيعمل فيه بجد علشان يقدر يتجوز دورا. كان بيشتغل في الشورت هاند، دي الشغلانه اللي جابها له ترادلز، وكمان نجح ان هو يكتب قصه قصيره، والقصه دي عجبت الناس كتير جدا واتباعت، وديفيد جاب منها فلوس كويسه. ديفيد ابتدى ان يكتب القصص القصيره ولقى ان دي موهبه عنده وان هو هيستمر فيها، ودي هتبقى شغلانه ديفيد من هنا ورايح. بعد كده ديفيد هيلاقي بيت صغير هيشتريه علشان يعيش فيه هو ودورا، يتجوزوا فيه. Next, one day he went to buy some furniture with Dora, but she didn't buy much. Dora bought a house for her dog. David was unhappy because he wanted to buy things for his new home. He didn't have money for things that was unnecessary. في يوم من الأيام ديفيد خد دورا وراح يجيبوا إيه؟ عفش البيت، ترابيزات، كراسي، حاجات من دي عشان البيت بتاعهم، بس ما اشتروش حاجات كتير. دورا راحت هناك ما اشترتش غير حاجة واحدة بس. ايه الحاجة اللي جابتها؟ بيت للكلب بتاعها. ما كانتش مهتمة بالحاجات الأساسية بتاعة البيت. طبعا ديفيد ما كانش مبسوط ان هو عايز يشتري الحاجات الأساسية للبيت بتاعهم اللي هيعيشوا فيه، بس كان معرفش يتكلم مع دورا ساعتها، وكمان كان شايل هم ان الفلوس بتاعته مش هتكفي ان هو يشتري حاجات غير ضرورية. Let's continue. David married Dora and loved her very much. جوزها وكان بس وكان بيحبها جدا. But there was a big problem. بس قابل مشكلة كبيرة جدا بعد ما اتجوز دورا. ايه كانت المشكلة دي؟ دورا was a bad wife. كانت زوجة سيئة جدا. As she couldn't manage the house, manage the servants or save money. دورا didn't help David at home. ما كانتش دورا قادرة ان هي تعمل manage the house، تدير المنزل، او ان هي تدير الخدم او تديهم orders، اوامر، تمام. وكانش بيعرف تحوش فلوس، كانش بيساعد ديفيد خالص في البيت. بيفكركم بمين؟ ايوه، كلارا مامة ديفيد. هي كمان كانش بتعرف تعمل الحاجات دي كلها، ففي تشابه كبير جدا ما بين كلارا ودورا، حتى الاسامي بتاعتهم شبه بعضيها. Let's continue. David asked his aunt to help him to teach Dora about money, but she refused because she didn't want to make Dora afraid of her. راح ديفيد عايز يشوف مين يساعده، قال على عمته: لا يا عمتي ساعديني، انا دلوقتي عندي دورة ما بتعرفش تعمل سيف للماني خالص، ما بتعرفش تحوش الفلوس، ما بتعرفش تعمل حاجه في البيت. فعمته رفضت. ليه رفضت؟ عشان هي مش عايزه دورة تخاف منها، عشان هي لما راحت زمان لكلارا مامة ديفيد واتكلمت معاها في الموضوع ده، كلارا خافت منها وما حبتهاش، فهي دلوقتي مش عايزه تعيد نفس الموقف تاني وتخلي دورة تكرهها وتخاف منها. Rosa Dartle told David that Emily had left Steerforth. He went to Mr. Biggity and told him the news. He was very happy that she wasn't dead. Rosa Dartle بعتت لديفيد وقالت له ان ايميلي سابت ستيرفورس، او ستيرفورس هو اللي ساب ايميلي. He went to Mr. Biggity. راح عند مين؟ مستر بيجيتي بسرعه، وقال له على طول الاخبار ديت. طبعا مستر بيجيتي كان مبسوط. مبسوط ليه؟ علشان ان ايميلي لسه عايشه، ان هو كان معتقد ان هي كان ممكن تكون ايه، ماتت. يا ترى يلاقوها ازاي بقى؟ They thought that Emily wouldn't go to Yarmouth. طبعا هما الاثنين قال لك ايه، مستحيل ايميلي ترجع تاني على يارمث، عشان كل الناس عارفه القصه بتاعتها وان هي سابت هام وهربت مع ستيرفورث. Because people would know her and she might go to London to hide. وهم اكيد ممكن تبقى قاعده في لندن ايه، عشان تستخبى. David told Mr. Biggity that Martha was in London and she could help them to find Emily. فرد ديفيد عليه على طول وقال له ايه؟ قال له ممكن تكون مارسا موجوده، انا مارسا اللي ساعدت ايميلي ساعدتها كده، موجوده في لندن، ممكن ندور عليها وهي هتساعدنا ان احنا نلاقي ايه، ايميلي. They walked the streets looking for Martha. They saw her and followed her. مشوا في الشارع يدوروا على مارسا، شافوها ومشوا وراها. She went to the river. راحت ناحيه النهر. David ran to her with Mr. Biggity and they took her arm and they pulled her away from the river. كانت رايحة عند النار عايزة تنتحر، عايزة تموت نفسها. She wanted to die because she had nothing to live for. عشان مش عندها، ما عندهاش حاجة ايه تعيش لها.
بس ديفيد ومستر بيجيتي ايه مسكوا دراعها هما الاتنين وشدوها بعيد عن النهر عشان ينقذوها. They could save her life, so she agreed to help them to find Emily, as Emily helped her once, and she was a good friend to her. عرفوا ان هما ينقذوها فهي وافقت ان هي تساعدهم ان هما يلاقوا ايميلي. وكمان في الموقف دوت مارسا refused to take money from them، عرضوا ان هما يدوها فلوس بس طبعا ايه مارسا رفضت. Thank you my dear students for your listening. See you next video. Goodbye.